بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مع انطلاقة شوطنا التاسع في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. الشوط التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، وهو الخاص بالثنايا الابكار المحليات الأصايل لأبناء القبائل. مسافتنا هي 8 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط مع الأمال المتجددة مشاهدينا متابعينا الكرام لجميع المشاركين. شوط يحمل في طياته العديد والعديد من الأسامي اللامعة والشعارات المتميزة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة. وأرى هني بن صوان، أرى بن صوان من تفتتح إذاعة هذا الشوط، ولكن ينخطف المركز الأول من الطيارة. مطر بن محمد بالضبيعة من يتابع انطلاقة الطيارة ويقودها في هذا الانطلاق والاندفاع المتميز. بن صوان مع المركز الثاني، محمد بن سيف بن عبد الله المنصوري متابعا لهذه الانطلاقة وفي ثالث التحديات. من الجانب الآخر بن صوان، محمد بن سيف بن حسين العليلي، ولكن أرى هني الشاهينية تنطلق مع المركز الثالث، حمد بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري متابعا لانطلاقة الشاهينية مع التحديات الجميلة والاندفاع الرائع. نتابع المركز الرابع، نتابع المركز الرابع وأرى القدوم أيضا والتسلل من الشاهينية لعلي بن راشد بن صرود المنصوري، أيضا من يتابع انطلاقة الشاهنية اللي انطلقت بدورها. الشاهنية على رأس الحربة، حمد بن محمد بن دبية العفاري من يتابع انطلاق هذه الشاهنية، ولكن أرى هني الطيارة. مطر بن محمد بالضبيعة يعلن الهجوم في هذه اللحظات، والشاهنية تأتي ثالثا، أحمد بن محمد بن كراز المهيري يتابع انطلاقة الشاهنية رابع، التحديات عولمة، مظفر بن محمد بن حسن العامري من يتابع انطلاقة عولمة. اللحظات الأخيرة، الرقص النهائي، الكوكبة الثلاثية على صدارة هذا الشوط، الشاهينية والطيارة. يا سلام، وأرى هني الشاهينية الأخرى مع المركز الثالث، ولكن الشاهينية تتجه اتجاه سليم وصحيح بدون أوامر. حتى هذه اللحظات حمد بن محمد بن دبي العفاري يتابع ومركز مع انطلاقة الشاهينية. في اللحظات الأخيرة، الطيارة، الشاهينية في اللحظات الأخيرة. تهانينا لحمد بن محمد بن دبي العفاري، وسلام يا الوقن، سلام على الأداء الجميل اللي قدمته الشاهينية. المركز الثاني الطيارة، مطر بن محمد بن ضبيعة الكتبي المركز الثالث، الشاهينية لأحمد بن محمد بن كراز المهيري المركز الرابع، أولما مظفر بن محمد بن حسن المركز الخامس، لحمد بن سليم الكتبي المركز السادس، الشاهينية عمران بن سلطان بن تريم الكتبي، والبقية إلى الأعضاء خط النهاية. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية. تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن